تقلد نيشان؟ بتعرف تقلد نيشان؟ يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم ببرنامج ستيريو الفن. الليله معنا متسابق او هو خريج كان من برنامج ستيريو الفن، هو صاحب موهبه كبيره كثير. نيشان تفضل يا نيشان. مساء الخير جميعا واهلا وسهلا فيكم ببرنامج المايسترو. ما في حدا بده يزقف لي؟ اول شيء استاذ سلام، انا جيت اليوم تحديدا من مصر من بعد العرض يلي تلقيته من تلفزيون الحياه، لقلك انه بالاعلان او البرومو يلي انت واضعه على قناه الجديد يلي انه ممكن تكونوا احلى من نيشان. اكسكيوز مي يا سلام، ولا ممكن يجي واحد احسن مني. بدي اضربك يا سلام وانا بكرهك كثير. خلينا صب بس نيشان، شو رايك بال ميحه؟ يا اهلين وسهلين، فاجاتكم مو وراس البابا مو مغنى اذا ما زقفته. ايه اصالة، اول شيء انت عندك مشاكل، اعترضت انك انت تكوني موجودة بلبنان. كيف اليوم انت موجودة بلبنان وعلى مسرح تكت على الاخر؟ ايه والله جيت اليوم منكرة نضال الاحمدية كرمال ما بقتني اياها فضيحة. اصالة سمعت انه كان عندك خلاف مع احد متعهدي الحفلات، خبريني اكتر عن هذا الموضوع. لو ما دفعتش لي حسابي بسرعة هنا، لو ما ركعتش على كندرتي وبستعصنا، لو ما ضربتك بوكس بعينة ما بعش أنا، ما بعش أنا. سعد الحريري جو، خلينا نشوف شو بيقول الشيخ سعد. بدك تقلب دغري. يعني نحن اليوم عسليمان فرنجي. نحن اليوم جينا لنقول للعالم لبنان اولا. لك يا هاني شو كمان كاتب على الورقة؟ اذا بتريدوا سعد الحريري مش عارف يحكي كاركتر على بعض، لشوف امير رحود شو بده يقول للرئيس السوري بشار الاسد. يعطيكم العافية. جاكل 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 يا ربي طفي نارا، حمس عليها مثل النار. لا اكسلنت فيها حمس. اعملها زياره. لك يا خيي بعدك عم تحكي عن الزياره والشيب هلا والعادي، خلينا نشوف عم بلعن ضدك الى الجنرال بشيل عود. يسعد مساكم جميعا وجميع الحضور. اجتمع تكتل التغيير والاصلاح بقيادة خليه يعصب العماد ميشيل عون. خليه يفجر. لوك اذا بتريدوا انت مين قالك تحكي؟ اذا بتريدوا ممنوع الاسئله للصحفيه. بهدل زياد، بهدل زياد. لوك يا زياد صحاب، انت مع مين؟ عوني وجهي. هو عوني عوني. انا عوني. هذا حديث انا عم بس ما حدا يعني ما انت يعني مع جبران بسير. ايه اكيد. خلينا